أخوي عوض الهوباني يبدأنا بقصيدة في الوطن فخير من يمدح بعد الله ورسوله سلمان ومحمد. استاهلوا 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 والله مهما قلنا ما نوفيهم لا حكام ولا شعب ولا وطن. ونسأل الله عز حكيم أن يهديهم عند الشجرة المباركة. آمين يا رب العالمين. عندي يجي أربع أبيات يا سيدي خادم الحرمين الشريفين. استاهل وعندي مثلها في محمد بن سلمان. كفو هاتها كلها. الأول يا سيدي سيف الثقه قصاب لرقابه شكوك والعرف شمس شارزه ولا العيا ليل انحلك يا سيدي لفضه فوك ان قلت لي لفضه فوك شعرك متنبي لكنه من لسانه ما هلك يا ابو فهد بستاذنك من تب ملك يا ابن الملوك يا ابو فهد بستاذنك من تب ملك يا ابن الملوك لأنك تجسد سيدي سبعة ملوك في ملك الله أبوك وإخوانك وعادك في مهادك توجوك ببعت ملك يا ابن ملك يا أخو ملك يا أبو ملك. سلام بيض الله وجهك بيض الله وجهك. وش قلت في ولي العهد؟ لا إله إلا الله ولا ناب العبادة. سلام غير فضله ما رجينا وغير وجهه ما عبدنا ربنا اللي نرتجي لطفه ونأمل في وداده إن بنى الله صبرنا وإن عطنا الله حمدنا. يا سلام يا سلام الله على اللي كافل ربي رشاده الرشيد اللي برشده بعد رشد الله رشادنا سيد من سيد يسود في الأسياد سادة سيد من قوة سؤدة بين خلق الله سيدنا الأمير ابن الملك اللي على ترتدي أشداده كل ما يضحك حجاجه كل ما يضحك سعاده. يا سلام يا سلام بيض الله وجهك يا ولد سلمان يا رمز الزعامة والقيادة افتخر فينا ومرضنا ونعتنا وقدنا. يا سلام اي والله قدنا اي والله قدنا والله ونعم بابو سلمان وابن ابوه سلمان وجده عبد العزيز واخوانه طوال العمار الطيب جايه من كل جهه وخواله ونعم المنسب طيب والخوال ونعم والفعل يبر حدود الوجه الفعل ما عاد يحتاج لكلام من نبدأ بعد كلام الله عوض الهوباني سويت معه مرة قدام فترة في حساباتي تشرفت أنا أني سويت معه لقاء شرف لي الله يطول عمرك والله أنا لحد الآن من أجمل اللقاءات وقلت في هذا اللقاء وأعيد وأكرر أنا شخصيا ما ألزم أحد برأيي بس أنتم حكموا بعدين آخر الحلقة لكن أنا شخصيا قلت عندي اثنين شعار والله أني أكيف على قصايدهم واحد مات وواحد باقي حي اما اللي مات سعد بن جدلان جعله في جنات النعيم واما الحي في عوض الهوباني والان بيثبت لكم كلامي هذا عليكم زود وعليكم زود يلا حيهم كيف حالك ابو شافي علوم البل يا راعي البل علوم زين البل اول حظ هذا معازيبنا اللي حطوا لها عامل 24 عام البل هذا اول شيء وعلى راسهم خادم الحرمين الله يطول عمره والامير محمد بن سلمان هو المسؤول عن نادي الإبل وما يخص الإبل والشيخ فهد بن حثلين برضهم تابع على كل ونعم بايرة ويستاهلون كلهم هذا حظها للبل وللبادية على وجه العموم وحنا حظينها للبل يلا لك الحمد في نعمة وخير ولنا سنتين والخير على أنا من فضل ربي سبحانه مو من فضل أحد ويلا لك الحمد والشكر أمن وأمان وطاعة رحمن الحمد لله عنها في البل وين إذا الحين عنها في ظهر ما عندها لا باكستاني والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللي من أول تطعمون لا والله هذا الحين انا ماني بطل الحمد لله الحمد لله من فضل ربي البل شبع شابعه الحمد لله ولا عندها لا العامل وعنا هنا يلي من اول يمسي ولا يعين شيء ويصبح ما يلقاها صدقت والحمد لله. لله الحمد لله الله يعز هذا الدولة ويعزنا بالدين والطاعه والاسلام لما والامان نعمه الله يحييك ترحي بالمطر راوي يا ابو حجاب علومه كلها زينه الله يزين حظك والسامعين الواحد ما يحفظ القصايد الا لشر السامعين والمشاهدين عندنا